في سنة 1980 تقريبا ترأس القسم الثقافي في جريدة الري العام الكويتية إلى عام 1990، وفي سنة 1991 هاجرت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة قبل الحرب في الكويت بسبب الحرب، فهاجرت إلى شيكاغو، ونحن تعرفنا على بعض في شيكاغو. الأستاذة منيرة درست في جامعة شيكاغو اللغة العربية لمدة 10 سنوات، وكنا نعمل في شيكاغو مع بعض. هي نشرت كثير من الكتب، كثير من الدواوين الشعرية، هي حملت بعض من كتبها، ممكن يعني تراهم بعد المحاضرة أو بعد. وهي نشرت كذلك كثير من الأبحاث والدراسات عن الأدب والفن والشعر، وكذلك عن مواضيع اجتماعية وسياسية، يعني عن المرأة في العالم العربي. وهي يعني كان كثير من المرات كان لها حوارات في الراديو والتلفزيون، في القناة العربية في الجزيرة وفي القناة المصرية. وقبل أن أترككم مع الشاعرة لكي تستمتعوا بكلماتها ومحاضراتها وقصائدها، يعني أردت ووجدت أن أذكر كلمات الشاعرة الفلسطيني جابرة إبراهيم جابرة عن شعارها، وهو قال: تبتشني هذه القصائد بطفولتها وفوضها، كما بغضبها وضوضائها الممتلقة من سراديب الألم والتوق لكي ما تورق الصحراء. نعم، والآن منيرة شكرا لك. أنا يعني ممكن هي تكون في كذلك القصيدة التي أرسلتها لكم عن البحيرة، وممكن أنتم يعني تسألون الأسئلة حول القصيدة أو أسئلة أخرى. أولا أريد أن أشكر منصرات لدعوتي هنا، وأيضا أشكر حضوركم في هذه المحاضرة. بداية أيضا قبل أن نقرأ الشعر، أنا أريد أن أتكلم قليلا عن الشعر الحديث أو حركة التجديد في الشعر العربي، وهو بحث طويل، لكن حاول أن أختصر هذا البحث الكبير في 3 ورقات لكي أيضا بشكل مبسط، لأنني أعرف أنكم أنتم دارسون العربية والنظريات الكبيرة صعب أن أتكلم بها، حاولت فقط أن أوجز هذا في أسلوب بسيط لكي تفهموا. حركة الحداثة في الشعر العربي، أنا أتكلم عن الحداثة بشكل عام في العالم أولا، والحداثة هي ليست فقط في الأدب، هناك حداثة في كل شيء في المجتمعات الإنسانية، وهي الحداثة حصيلة جهد إنساني عبر التاريخ. لذلك لا يمكن تحديد الحداثة بوقت محدد، لأن لكل زمن حداثته، وما يهمنا من الحداثة الآن في هذه المحاضرة هو الشعر العربي الذي مر بمراحل عديدة في تأثره بالعصر الذي عاشه ويعيشه، والوضع الاجتماعي والاقتصادي وغيره من المتغيرات،
منذ العصر الجاهلي وحتى الآن. والشعر العربي لم يعرف في مسيرته الطويلة تغيرا كبيرا كالذي عرفه مع حركة الحداثة في هذا الزمن وفي هذا العصر. فقد حققت هذه الحركة بالقول وبالفعل تغييرا جذريا في طبيعة هذا الشعر وبنيته ومضامينه بعد أن دمرت الحواجز التقليدية القائمة بين الماضي والحاضر. ومنذ البداية أعلنت حركة الحداثة الرفض المطلق لمحاولة الفصل بين الأشكال والمضامين، لدرجة أن كبار منظري الحداثة في العالم العربي قد دعوا إلى تجاوز الأنواع الأدبية كلها إلى ما يسمى الكتابة الأدبية. يعني هناك بعض المنظرين قالوا بتجاوز مفاهيم الشعر والرواية والقصة وجعلها كلها في شكل واحد. طبعا هناك رفض لهذا الكلام من بعض المنظرين، يعني لم يقبله جميع المثقفين العرب. لكن نعود إلى مفهوم الشعر منذ العصر الجاهلي، وقد كان قائم على بحور الخليل. الشعر العربي التقليدي قائم على بحور الخليل بن أحمد الفراليدي، الذي جعل للشعر حدودا، حدد الشعر وضبطه وضبط إيقاعه، فجعل كل من أتى بعده أن يسير على هذه الضوابط الشعرية. لكن في هذا العصر الحديث ومع تأثر العرب أيضا بغيرهم من الثقافات الغربية، اختلفت تلك الأوزان والحدود. هناك تطور واختلاف أصبح عن الماضي. فالشاعر استطاع أن يخرج عن هذه البحور، خرج كلية الآن في قصيدة النثر. أما لو عدنا للعصور السابقة، مثلا نعود نجد في العصر الأندلسي بدايات لتلك الحداثة، كان بتجاوز حدود القصيدة المعروفة التقليدية، مما أنتج في العصر الأندلسي الموشحات، وهي نوع جديد من الشعر بدأ في العصر الأندلسي. والموشحات خرجت عن حدود القصيدة العربية الكلاسيكية المتعارف عليها. ونستطيع أن نحدد مراحل الحداثة الشعرية في العصر الحديث بمرحلتين. نعود إلى الشعر الحديث، هناك مرحلتين أو زمنين في الشعر الحديث: الشعر التفعيلة وقصيدة النثر. شعر التفعيلة يسمى أيضا الشعر الحر المرسل. هناك نستعمل التفعيلة التي وضعها الخليل بن أحمد الفراليدي، ولكن ليس في نفس القافية ولا في نفس الشكل، وممكن أن يكون هناك أكثر من تفعيلة في نفس القصيدة. إذن هو الشعر الحر المرسل هو موزون ويأخذ بالنظام وحدة التفعيلة، ويقوم على ثمانية بحور. إذن الشعر الحديث الذي هو يتبع التفعيلة هناك فقط ثمان بحور، والشعر العربي القديم في 14 بحر من الشعر، الحديث أخذ فقط ثمانية منها. والأسماء هذه البحور الشعرية نحن نسمي الوزن الشعري بحر في اللغة العربية. إذن هو اسم هذه البحور الثمانية: الرجز والكامل والمتقارب، الهزج، الخبر، والرمل، والسريع والوافر. وعادة يستعمل السريع والوافر أكثر يعني في القصائد الحديثة. ومن أمثلة الشعر الحر هذه القصيدة للسيار.